السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض في آخر محاضرة في محاضرات الـ DC to DC Converter. هنتكلم النهاردة عن دايرة من الدوائر اللي بقدر من خلالها أوصل أو أحصل على Vout، خلاص، سواء كان أكبر من أو أصغر من الـ VS. الدايرة بتاعتنا النهاردة اللي هي Single Ended Primary Inductance Converter، أو بنسميها الـ SEBIC. تمام، هي شبيهه جدا بالكاك كونفرتر، الدايره اللي اخذناها الاسبوع اللي فات. تمام، بس اختلافها الوحيد عن دايره الكاك كونفرتر هو ان انا اقدر اوصل للفي اوت سواء اكبر او اصغر من الفي اس، وباشاره او بولاريتي بتاعتي بتكون بوزيتيف. تمام، لكن كان اختلاف بس الكاك ان احنا كنا بنوصل لان الفي اوت اكبر او اصغر من الفي اس، لكن الاشاره كانت بتكون نيجاتيف، خلاص، عكس اشاره السبلاي. فاحنا الدايره بتاعتنا النهارده سنجل اندد برايمري اندكتنس كونفرتر، او صار بقى بتاعها الاس اي بي اي سي. الاس اي بي اي سي هو ده الدايره بتاعتنا او الكونفرتر بتاعنا بتاع النهارده اللي احنا هنتكلم فيه. وطبعا زي ما كنا في كل نوع من انواع الكونفرتر كنا بنبدا نتكلم، كنا بنقول ان في بعض الاسامبشنز اللي احنا محتاجينها. ايه الاسامبشنز الرئيسيه هنا؟ اول حاجه ان الاي ال، خلاص، كل الاندكتنس اللي عندي هيبقى فيه برضو عندي زي دايره الكاك في اتنين اندكتنس. الاندكتنس بتاعت الكرنت بتاعهم هو عباره عن كونتينوس كرنت. قلنا كونتينوس كرنت معناه ان الفي ال افريج هيكون بكام؟ بزيرو، عشان الانرجي ستورز بتاعتي خلاص في الكويل في السايكل الاولى هتلاشي الايه اللي في السايكل الثانيه، فيطلع ان التوتال انرجي بتاعتي زيرو. يعني معنى كده ان الليفل او الافريج فولتج بتاعي بكام؟ بزيرو. ثاني اسامبشن ان الكاباسيتورز بتاعتي فيري لارج، لارج كاباسيتور، فمعناه ان الاوتبوت فولتج او الفولتج اكروس كاباسيتور الفي سي كونستنت، وده معناه ان الكاباسيتيف كارنت از افريج فاليو برضه بزيرو. طب الاسامبشن الثالث ان احنا بنتكلم على الايديال كومبوننت، وده معناه ان البي انبوت بيساوي البي اوت، الباور بتاعت السبلاي هي باور ايه؟ الباور اوت بتاعتي. رابع اسامبشن ان ستيدي ستيت كونديشن، يعني ستيدي ستيت كونديشن يعني الويف فورمز بتاعتي سايكليك، يعني كل بداية سايكل هي نهاية مين؟ هي نهاية السايكل بتاعتي. تمام؟ طيب شكل الدايرة بقى بتاعت الـ SI الـ SEBIC أو اللي هي Single Ended Primary Inductance Converter شكلها ازاي؟ هي طبعا شبيهة جدا أو قريبة خالص من الكاك، بس فيها كام تغيير كده بسيط. هذا الـ Vout، هذا الـ R، وهذا الـ Capacitance C، هنا الـ Current IC 2، هنا الـ High Diet، ده الـ VL2 أو الـ L2، ده الـ Current IL2، ده الـ IC1، ده الـ VC1،
سورس اللي هو ده الفي سورس ده السويتش بتاعه. تمام؟ طيب برضه الدايره دي زيها زي كل الدوائر اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. في عندك هنا سويتش، السويتش ده بيدي لك تو مودز اوف اوبريشن، في مود الاون وفي مود الاوف. تمام؟ فاحنا عايزين نشوف لما السويتش ده يكون اون هيكون الدايت ده اوف، ان الكاثود فولتج هيكون اكبر من الانود فولتج، فهيكون از اكت از ايه؟ از اوبن. تمام؟ فيبقى المود بتاعي مود 1 ان السويتش كلوزد، يعني الدايت اوف. بيكون شكل الدايره ازاي؟ نرسم الدايره تاني اهو. هذا الكويل، السويتش مقفول كلوزد اهو، هنا الكاباستور وده الكويل، الدايت اوف مفتوح الكاباستور، وده المقاومه بتاعت الار، وده الفي اوت، وده السي. تمام؟ هذا اي ام 2 في ال1 وده ال في اس. طيب دلوقتي لما جينا نرسم المود الاولاني لما يكون السويتش بتاعي كلوزد او الدايت اوف، عايزين نبدا نعمل اناليسيس للسيركتس بتاعتي زي ما كنا بنعمل كل مره. ايه الاناليسيس اللي انا محتاج اعملها؟ انا هنا هطبق كيرش فولتج لوب مرتين، مره على اللوب الصغيره دي كده خلاص. في اللوب دي احنا ده في اس وده في ال، فكيرشوف فولتج لوب على اللوب اللي احنا اخترناه في الاول هيبقى ال في اس ايكوال في ال 1. تمام؟ فالفي اس هيساوي في ال 1، ده في المود او السويتش بيكون في كلوز. ده يعني احنا بنتكلم في ديوريشن عشان برضو ايه نبقى الناس فاهمين ان الديوريشن بتاعتي تايم دي تي. تمام؟ الفي اس هيساوي الفي ال 1 في هذه الديوريشن فقط. طيب ال VL1 عبارة عن ايه؟ ال DI1 by DT. فبالتالي لو انا عايز احسب ال VL1 اطلع منها ال DIT ايه؟ هذا دلتا IL1 هيساوي من هنا دلتا IL1 يساوي VS على ال مضروبه في الدي تي، الدي تي دي على اف كان معانا ال1. فده كده اول حاجه نعرفها عندنا هو حساب الفاريشن اللي بيحصل في الكرنت اي ال1 اللي احنا قلنا هيبقى كونتينوس كرنت في الريليشن بتاعته هو في اس في الدي على ال1 في الاف. ده منين؟ من كيرش فولتج لوب على اللوب دي. طب ايه رايك لو احنا خدنا كيرش فولتج لوب على اللوب دي كلها كبيره دي شويه خلاص. في اللوب الكبيره دي فيها السورس في اس، فيها الفي ال، فيها الكاباستور، فيها الفي ال 2. فبالتالي كيرش فولتج لوب على اللوب 2 هيكون فيها زي ما باين كده قدامك ان الفي اس ماينس في ال 1 minus VC1 plus VL2 equal 0. ده تطبيق كيرش فولتج لوب على اللوب مين؟ على اللوب الثانية. طب جميل قوي. تطبيق كيرش فولتج لوب على اللوب الثانية بهذه الايكويشن او بهذا المنظر، تمام؟ لو انا جيت عملت افريج خلال التوتال سايكل، احنا بالمعلومات اللي احنا عارفينها ان الـ IL continuous current، فمعناها ان الافريج على الاندكتنس بتاعتي بزيرو. فلو هنا لو خدنا الافريج of all component
تعني V S average minus V L 1 average minus V C 1 average plus V L 2 average equal 0. طيب بالمعلومة ان الـ I L continuous current اذا الـ V L average بزيرو، يعني الترم ده بزيرو والترم ده بزيرو. فيبقى الـ average خلال total cycle T لـ source equal الـ VC1. ودي معلومة تكون مهمة بالنسبة لنا، ان لو انا جيت ارسم الـ waveform بتاعة الـ VC1 خلال الـ cycle time هي نفس مين؟ نفس الـ VS. خلاص الـ VS بتاعتي هي من هي الـ VC1 في التوتال تايم دي. يبقى هنا من equation دي for duration t لكل duration. خلاص طيب ده كده بالنسبه دي الدائره الاولى. طب هنا ال v output هو مين؟ هو ال vc2. يبقى انا في هنا ال v output هو ال vc2. خلاص ده برضو فين؟ ده في الديوريشن بتاعتي كلها. يبقى انا ال vc1 هو ال vs وال vc2 هو ال v output. جميل، ده اللي احنا استنتجناه من الدائره الموجوده عندي. طب ده كله انا لسه شغال فين؟ في المود الاول. المود الثاني مود 2 سويتش، هيبقى بدل ما هو كان كلوز يبقى اوبن، والدايود هيبقى اون. تمام، تيجي نشوف الدايره كده، نرسم الدايره اللي هناك اهي. هذا السبلاي كويل، السويتش بقى مفتوح المره دي، كاباستور كويل، الدايت بقى اوف، كاباستور والريزستنس. وده الفي اوت اهو، هذا ال2 ده في ال2 وده اي سي 1 وده VL1 وده VS. أول حاجة هنلاحظها في الدائرة إن نفس الكيرشوف فولتج اللي هنا بتديني نفس المعلومة اللي بنقولها، عشان كده إحنا قلنا ده كله خلال الديوريشن تي، اللي هو مقسم الديوريشن تي ده لفترتين، فترة من 0 لـ DT وفترة من DT لـ T. خلاص؟ في الـ two durations دول دايماً الـ VS بيساوي الـ VC2. تمام؟ سوري ال في اس بيساوي ال في سي 1. طيب ده كده لو احنا طبقنا كيرشوف على الدايره الظريفه دي هيطلع لي نفس الناتج اللي احنا قلناه فوق. طيب لو جينا طبقنا بقى كيرشوف هنا، مش ده ال في اوت على الارض؟ مش هو ال في سي 2؟ مش هو مين؟ ال في ال 2؟ يبقى انا عندي في الحته دي كمان المعلومه اللي عندي ان ال في اوت هيساوي ال في سي 2 هيساوي في ال 2. ده برل ده برل ده. تمام؟ طيب من هنا كمان اقدر اطلع بقى المعلومه بتاعت الايه؟ سوري معلش، هنا ماينس في ال 2 عشان هنا البولاريتي معكوسه. يعني شايفين هنا ده موجب سالب، موجب سالب، هنا سالب موجب. تمام؟ فهنا الفي اوت بيساوي الفي سي 2 بيساوي ماينس في ال 2. طيب الفي ال 2 هي عباره عن مين؟ ال ماينس ال دي ار 2 بار دي تي. جميل قوي، يعني ممكن اقول اطلع هنا دلتا اي ال 2 بيساوي كام؟ دلتا اي ال 2 هي عباره عن في اوت مقسوم على ال 2 اهي دي ال 2. تمام، خلي بالنا احنا اللي فوق انه ال 1 ال 2 خلاص في اوت على ال 2 في الدلتا تايم. الدلتا تايم هنا لو كام؟ 1 ماينس دي على كام؟ على اف. تمام، الدلتا تغير. طبعا حد يقول لي السالب ده راح فين؟ نفس اللي كنا بنقوله في الدايره بتاعه البوست،
خلاص ان النيجاتيف ده معناه ان القيمه بتاعتي بتديكريز خلاص مش بتنكريز. تمام، احنا هنا في الدلتا اي ال1 القيمه كانت مالها بتنكريز، هنا بينها بتديكريز. يبقى هنا ده الدلتا مين؟ ده الدلتا اي ال2 عباره عن في اوت 1 ماينس دي على ال2 في الاس. ده برضو ريليشن نقدر ان احنا نستنتجه. تمام، طيب يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا ان الفي اوت هو ماينس في ال2 خلاص. واحنا كنا قايلين هنا كمان المعلومه اللي فوق ان الديوريشن بتاعنا في ال1 في ال1 ماينس دي ان الفي ال1 بيساوي الايه الفي اس. تمام، هذا الفي ال1 هنا يساوي مين؟ يساوي الفي اس. تمام، طب لو جينا نحسب بقى الفي ال1 افريج، في ال1 افريج، الفي ال1 افريج فانا بتكلم على التو ديوريشن خلاص. الفي ال1 افريج انا عارف ان هي بكام؟ بزيرو. ليه بزيرو؟ عشان الكرنت كونتينيوس كرنت خلاص. الفي ال1 افريج بزيرو. والفي ال1 افريج لو انا عايز احسبه احسبه ازاي؟ تعال كده نشوف الفي ال1 في السايكل الاولى في الديوريشن الاولى اهي. الفي ال1 هو مين؟ هو الفي اس. فانا عندي اصلا الفي ال1 افريج هو 1 على تي مضروب في السايكل الاولى الفي ال1